حقوق تاعي مثلا، وصلت لمحل تجاري، من حقي كمستهلك أن أرى الأسعار قبل ما نقتنيها، وهذه توجد ولا توجد في التجارة الجزائرية. مثلا في مطعم معين يجب أن أعرف ما هي أسعار المنتجات اللي حنقتنيها ولا الأطباق اللي حنقتنيها قبل أن نوصل لكاس. للأسف الشديد المستهلك الجزائري حشام بطبعه، يعني في موقع معين توصل لكاس ممكن يعطيك مبلغ هائل رغم أنك رافضه ضمنيا بينك وبين نفسك رافضه، لكنك تجبر على أخذ النقود وتسليمها للكاس. هنا لا، كمستهلك كاين حتى اللي يدي الصف وما يحسبوش، يعطيك الصحة. هذه من عاداتنا، يعني احنا بالحشمة واحد كي يجلس في مقهى يعرض الناس كامل أصدقاء وكامل، هذه مش كاين أمور تنزل عليها من أخلاقنا من تربيتنا، لكن كاين أمور ما نحشمش بها كمستهلك. لما نوصل أعطاني مبلغ نفصل معاه لماذا هذا المبلغ، هذه بدايتنا للحصول على ثقافة استهلاكية.